يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وتأتيني زكوات وعلي ديون كثيرة. نعم، أنا إمام مسجد وتأتيني زكوات وعلي ديون كثيرة، فهل لي أن أخذ منها لسداد ديوني لأنها كانت في علاج وقد أثقلت كاهلي، مع العلم كانت لأنها كانت في علاج، ديونه في علاج أو سببها علاج، وقد أثقلت كاهلي، مع العلم أن أصحاب الديون لم يحددوا وقتا، وأيضا أصحاب الأموال الذين دفعوا الزكاة لم يقولوا ادفعها لأحد معين. والله يا أخوان، مسألة تحمل الأمانات وأخذ الزكوات هذه مسؤولية الإنسان في عافية منها، لأن فيه ناس يعلنون ونقبل كذا وهاتوا لنا كذا وهاتوا لنا كذا، هذا تحمل الأمانات، هاتوا لنا صدقة الفطر يكدسونها عندهم ويفوت وقتها وهي عندهم، الزكاة يحبسونها عن وقتها والناس بحاجة إليها. فأنا ما أرى إن الإنسان يتحمل هذه الأشياء إلا إذا ابتلي بشيء، وطلب منه أن يوديه إلى أحد يحتسب. أما أنه يعرض نفسه يقول هاتوا لي أنا أدفع زكواتكم صدقاتكم أنا، فهذا أول شيء إن فيه تزكية للنفس، وثانيا أنه فيه إغراء للنفس، لأنه قد تجتمع هذه الدراهم كثيرة ثم يطمع بها ويأكلها، وحصل هذا كثير، تجتمع أموال عندهم كثيرة ثم إذا شافوا كثرتها طمعوا بها، تزوجوا بها ولا شروا بها بيت ولا، وهذا يحصل لأن النفس ضعيفة مع المال. والزكاة ما تحبس، تودى إلى أهلها في الحال، الزكاة على الفور لأن الناس بحاجة إليها، ليش تحبسها وتبقى عندك وتسأل عنها الآن؟ أما أنك تأخذ السداد ديونك استأذن منهم عندما يدفعوا لك، قل أنا علي ديون وأنا معسر، هل أدفعها في ديوني؟ فإذا أذنوا لك ما يخالف. أما أنك تأخذها لغيرك ثم تدخلها لنفسك، لا، لأنه ما عمدك صاحب المال بهذا الشيء. نعم.